تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. أعرب سموه عن الاعتزاز والفخر بما تحقق للمملكة من منجزات حضارية في كافة المجالات والتي تحققت بفضل توجيهات وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله، لتواصل دوما تحقيق الأهداف المنشودة لوطننا الغالي في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالته والتي تعززت من خلالها المنجزات والمكتسبات المتحققة للوطن والمواطن على كافة المستويات. وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية: نستلهم من رؤى جلالته رعاه الله وبعطاء أبناء البحرين وعملهم الدؤوب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ونماء الوطن وتطلعات المواطنين من أجل استمرار التطوير والتحديث الذي يعود بالخير والازدهار على المملكة. كما استذكر سموه في هذا اليوم تضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أروع صور الانتماء والحب للوطن بدفاع عن مكتسباته وأمنه، والذي تم تخليد ذكراهم من خلال يوم وطني سمي باسمهم عرفانا وتقديرا لما قدموه من وفاء للوطن، سائلا سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد على جلالة الملك المفدى هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة وهو ينعم بدوام الصحة والعافية، مجددا لجلالته العهد والولاء لمواصلة المسيرة المباركة والعمل دوما وفق رؤى جلالته لتحقيق كل ما فيه الخير للمملكة وأبنائها. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جلالته فيها عن خالص التحيات وصادق التمنيات لسموه بموفور الصحة والعافية والشكر لسموه على تهنئته بأعياد البلاد الوطنية. أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لسمو ولي العهد رئيس الوزراء لما يبذله سموه نحو ما تحقق وسوف يتحقق لأهل البحرين ولشبابها من تنمية مستدامة في جميع المجالات بما يعود بالخير العام للجميع، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء ويسبغ على عباده نعمة الصحة والعافية.